السلام عليكم، اهلا بيكم. معايا انا مروه شاهين وحكايه عطر. النهارده هكلمكم عن 5 من مستات بسنت بادي ووركس، وهم من البيست سيلرز عندهم. فلو انت مهتمه لايك واشتراك ويلا بينا. طبعا ما دمنا قلنا بيست سيلر في بسنت بادي ووركس يبقى لازم نقول داركس على طول، مهما عملوا من اصدارات ومهما ابدعوا تبقى داركس في المقام الاول، او من يعني مستات الصف الاول في بسنت بادي ووركس. خليني اوصف لكم العطر، ولكن العطر ده ليه ذوق خاص للي لسه ما جربوش، فهو مش مناسب لكل الاذواق. ركزي في الوصف وشوفي اذا كان هيعجبك او لا. المقدمه فيها توت علق، وعايزه اقول لكم ان المست ده فيه كل التوتيات بما فيهم الفراوله، التوت الاسود والاحمر والفراوله، والناس اللي بتحب النوتات دي هتعرف ان العطر ده فيه كل التوتيات. كمان في المقدمه فيه بخور، وفيه برقوق ميرابيلا، وفيه برجموت. البرقوق الميرابيلا هو زي البرقوق العادي، ولكن بيكون فيه ريحة انتعاش شبيهة شوية بريحة الليمون او الحمضيات بشكل عام، ولكن بشكل انثوي. يعني بيكون مش بس ريحة حمضية، لا هو ريحة كده فاكهية انثوية حمضية نوعا ما. البرجموت نفس الكلام، هي ريحة حمضية بس قوية شوية ولكن مسكرة. قلب العطر فيه عنبر، ورد، فوانيا، وإبرة الراعي. إبرة الراعي كمان من الزهور، ولكن إبرة الراعي بصوا كل الزهور فيها إحساس البودرية، يعني لما بتشم ريحة الزيت العطري بتاع الورود بتحسي إن هو جف، بتحسي إن الريحة بودرية نوعا ما. إبرة الراعي على قد ما هي زهرة وبتمتاز برضو بالريحة الزهرية، إلا إنها رطبة أكتر من غيرها من الزهور، وبتشعري فيها ان هي يعني ليها قوام فيلفت شوية، ما هيش بودرية جافة زي باقي الزهور. كمان هي ليها ريحة شبيهة بريحة الليمون، وهنا التوليفة بتكتمل مع المقدمة ان هي برضو بيدعم لك الريحة الحمضية اللي موجودة في المست ده. وبرضو لكن ده ما يخليناش نتوقع ان احنا هنشم ريحة ليمون، لا مفيش الكلام ده. انا اوصف لكم الريحة بالظبط دلوقتي، ولكن هو كنوع من التكميل التوليفة بتاعت الفواكه اللي موجودة بان هي ليها لمسة حمضية برضو الزهرة دي. القاعدة فيها فانيلا مسك راتينجات نجيل الهند لابدانون فرنسي. طبعا الفانيلا والمسك معروفين، ولكن الراتينجات هي من الصمغيات اللي دايما بنلاقيها موجودة في قاعدة العطور اللي بتكون فيها لمسة شرقية، لان هي اولا بتقوي الريحة، يعني بتخليها ليها قوام، لان هي بتدي احساس بلسمي كانك كده شفتوا قوام البلسم، احساس كده تقيل. وفي نفس الوقت هي من الحاجات اللي ريحتها تشبه ريحة العنبر، هي عبارة عن مادة لزجة بتفرز من شجر الصنوبر، بتطلع من اللحاء بتاعه وبتلزق كده عليه من بره، اول ما بتخرج للهواء بتجف بسرعة وبتكون قشرة لونها اصفر، وبتكون ليها ريحة عطرية شديدة جدا. وطبعا زي ما قلت لكم هي بتيجي مع غالبا العطور اللي فيها لمسه شرقيه. نجيل الهند هو برضو من الحاجات اللي بتهدي الاعصاب بشكل طبيعي، وعلى فكره بسنت بادي ووركس من الحاجات اللي بتخلي كل اللي يجربها يتمسك بيها، ان هم بيستعملوا زيوت عطريه طبيعيه، ولذلك المست بيكون غالي وتاثيره على النفس بيكون مختلف. مهما جبتي مهما جربتي، حتى لو اثبت، حتى لو ارخص، حتى لو اكتر، برضو بتلاقي ان بسنت بادي ووركس فيهم حاجة مختلفة. المختلف هو ان جودة الزيوت طبيعية وبتدي تأثيرها على الانسان. فنجيل الهند من الزيوت اللي بتهدي الاعصاب، وبيجي باوجه كتير، ممكن يجي بريحة شوكولاتة، ريحة جلد، ريحة دخان، ريحة تراب. هو هنا واخد الجانب الدخاني والجلدي نوعا ما. كمان اللبنوم الفرنسي برضو هو من الروائح الكلاسيكية اللي بتدي احساس وكأن العطر ده متعتق، كأنه قديم، يعني كأنه كده عطر كلاسيكي، هي ريحة كلاسيكية وبتشبه ريحة البخور. وبرضو ده استكمالا لتناغم النوتات اللي موجود في العطر ده. العطر قوي، مش مناسب لكل الأذواق ومش مناسب لكل الأعمار، مناسب للأعمار الناضجة شوية، عطر ناضج بتشمي فيه اول ما بترشيه ريحة التوتات المبخرة، وكأنك جبتيهم حطيتيهم في بخور وابتديتي تستنشقي الدخان بتاعهم. كمان معاه لمسة من الحمضية على خفيف،
جاية بشكل عنبري مسكر مدموج كويس قوي مع احساس البلسمية اللي موجود في العطر ده. ولكن في الشتاء انا ما حبيتش المست ده قوي، لان كنت بحس فيه وكأن فيه ريحة بيروسول، ريحة بيروسولية كده. عارفين لما بترشوا البيروسول وتحسي فيه ريحة كده بتضايق في المناخير؟ انا كنت بحس في العطر ده كده. في الصيف الحقيقة مش حاسة الاحساس ده خالص. فالعطر ده تحبيه وتتقبليه، يا اما ترفضيه تماما، لانه من العطور القوية، يعني ما فيش فيه نص نص، يحبه يا ما حبوش. لكنه هو عطر او مست يرتقي لانه يكون فعلا اوضه تواليت او عطر، لانه اداؤه اداء رائع بصراحة. هيقعد معاكي حوالي 4-5 ساعات ثبات، وبعد كده بيكون سكن سنت لو حد قرب منك بيشمه. وفوحانه مش قوي، مش اللي هو بيسيطر على المكان، لكنه فوحان متوسط او اعلى كمان من متوسط. لو دخلتي مكان هيكون ليكي هالة عطرية وهتتشمي، ولو عديتي من جنب حد هيشمك، وبتقعد الحالة دي حوالي 1-1.5 ساعة. وده طبعا لما نيجي نكون بنقيم مست ونقول عنه كده، فده اداء اكتر من رائع الحقيقة. على الرغم من ان انا ما بين اوقات احبه ما بين اوقات ما احبوش، الا اني بعتز بيه جدا وحابة ان هو يكون موجود عندي. واعتقد ان انا ممكن في وقت من الاوقات لو خلص اكرره مرة تانية. انتو زنايت، انتو زنايت من المستات، شكلها مميز، ريحتها مميزة، وبالنسبة لي انا من التوب 5 في بسن بودي ووركس، يمكن هو اولهم. المست ده هو مفيش فيه دوشة كتير، هو عنبر توت ياسمين. لو انت بتحبي التوت البري بشرط تكوني بتحبي العنبر بالوجه بتاعه الخشبي، هتعشق المست ده، هيبقى من مفضلاتك. انا بعشق التوت، بعشق العنبر بكل صوره. نوتة الياسمين هنا مش مضايقاني لان انا مش بحبها قوي، مؤخرا بدأت اتقبلها في توليفات معينة. هي جاية هنا بالشكل الانثوي. الياسمين دايما لما بتحط مضاف لبعض النوتات بيدي العطر نضوج، بيخليه عطر انثوي، فهو ده اللي هو عامله هنا. ما انتش شم ريحة الياسمين، لا، انت شم ريحة التوت بشكل شرقي. وفي بعض الناس قالك العطر ده فيه بخور، العطر ده ذكوري، العطر ده فيه دخان، خالص مفيش في اي حاجة من دي. ولكن هي التوليفة كالآتي: هو توت ممزوج مع العنبر الخشبي. العنبر بيجي بكذا وجه، احيانا يجي بالوجه المسكر قوي بتاعه، وده الوجه الامن نوعا ما، يعني يعدي على كتير من الناس ما يضايقهمش، لانه بيبقى شوية شبه الكراميل والحاجات المسكرة. هنا هو مش جايب الوجه ده، هو جايب الوجه بتاعه الحد، الوجه الخشبي، ولكن برضه هو مسكر، هو العنبر كده كده مسكر، لكن احيانا بيكون التركيز على الوجه الخشبي بتاعه. هو لو كان جاي مسكر زي كأنه كراميل، المست ده كان هيفقد احساسه بالنضج، ما كانش هيكون ناضج ومميز بالشكل ده، وكان هيبقى شبه مستات كتير. اللي بيميز المست ده انه التوت جايب الوجه الشرقي ده، جايب الممزوج مع النوتة العنبرية الخشبية الشرقية الرائعة دي مع اللمسة من الياسمين، الموضوع في حتة تانية خالص. امتى هتحبي المست ده؟ لو انت بتحبي التوت، بتعشقي التوت، بتعشقيه والفراولة والكرنبيري والكلام ده كله، وبتحبي العنبر الخشبي، العنبر اللي هو بيجي غالبا في البخور، عشان كده هما على طول دماغ الناس بترجمه ان هو بخور. العنبر اللي هو لما بتجيب بخور بيكون بريحة العنبر ده، العنبر الخشبي مش العنبر المسكر. لكن هنا بأكد لا فيه دخان ولا بخور ولا الجو ده خالص، العطر كلاسيكي، العطر راقي، العطر تحسيه انك انتي حاطة عطر بتاع بالليل، بتاع واحدة ناضجة رقيقة مش متكلفة، بسيطة حلوة، اللي هو بتعرف ازاي تعمل من ابسط الاشياء حاجة حلوة قوي وتبقى بيرفكت جدا عليها. هو المست ده كده. العطر ده برضو اداؤه ممتاز جدا، وغالبا كل العطور اللي معانا النهاردة هنقول عنها نفس الجملة. ولكن العطر ده ثابت، فواح ثابت لامتى؟ انا مش عايزه ابالغ واقول ان هو بيفضل في الهدوم لتاني يوم ولحد ما الهدوم بتتغسل، لانه
بيفضل موجود هنت منه بسيط كده وانتي شماه، فوحانه قوي. انا عايزه اقول لكم من اكتر الحاجات اللي لما بنزل اي مول بقدر اميز البنات اللي حطاه، يعني لما تعدي جنبي واحده حاطه المست ده او الاودو بيرفيوم بتاعه، لانه في منه اودو بيرفيوم، ببقى عارفه ان هي حاطه انتو ذا نايت. وغالبا بيكون المست، لان البرفان بتاعه بيكون سعره خزعبلي والاداء ما بيكونش يعني بعيد عن المست بكتير يعني، فبقدر اميزه جدا، وهو منتشر وبنات كتيره بتحبه، فاداؤه بصراحه رهيب. ولما بتحطيه بتبقى ريحتك وريحه الملايه اللي انت نمتي عليها وريحه اللي قاعد جنبك، ولو حضنتي حد بتبقى ريحته، لا من الحاجات المميزه جدا جدا، اللي زي ما قلت لك لو ريحه تناسبك انصحك تجيبيه. ليتل بلاك بارتي دريس. ليتل بلاك بارتي دريس من المستات القمه في الانوثه. عايزه مست انثوي يعجب زوجك، تاخدي عليه اطراءات من الطرف الاخر، كل ما تحطيه باباكي اخوكي زوجك يقولك ايه الريحه الحلوه دي، هو ده المست ده. بحس ان هو بيعجب الرجاله اكتر ما بيعجب الستات، على الاقل انا هو مش ذوقي قوي. العطر فيه فوانيا، فيه نكترين، فيه باتشولي. الفوانيا هي طبعا ورده، زهره البيوني او الفوانيا هي زهره الرومانسيه، هي زهره بترمز الى الحب، هي ريحتها عباره عن ريحه ورد وبنفسج وزنابق الوادي، ريحه كده توليفه من الزهور، وبتكون متالقه جدا مع التفاح الاخضر او النكترين اللي هو الخوخ، بتبقى متالقه قوي. هو هنا عاملها مع الخوخ. بينكد عليا بس في المست ده الباتشولي القوي جدا، اللي هو مفيش زحمه مكونات تغطي عليه، فهو قاعد ومتربع في المست ده. المست ما تقبلتوش خالص في الشتاء بصراحه، شويه متقبله في الصيف. المست الحاجة الفيصلية اللي فيه، لو انت بتحبي الباتشولي هتحبيه، لو مش بتحبيه، وهي ريحة الباتشولي بتكون عبارة عن ريحة كده خضرة ترابية، بتحسي بالظبط كأنك شم ريحة الأرض المزروعة. شفت لما بتبقي قاعدة في أرض وشم ريحة الزرع، هو عامل كده بس بشكل مركز قوي قوي، فهو نفس الريحة دي. فالريحة دي لما بتكون قوية أنا بتخنقني، مش بحبها، بحسها مش مريحة ليا. لكن العطر لو انا جيت اقيمه كتقييم عام يعني بدون ان انا احط رأيي، لا هو راقي جدا، انثوي جدا، رومانسي جدا جدا جدا. وحقيقي ان تأثير زهرة البيوني او الفوانيا على الرجالة تأثير قوي جدا، يعني من الحاجات اللي بتعجبهم فعلا. فممكن تضيفي المست ده للكوليكشن بتاعك كنوع من الإضافة، لو انتي زي حالاتي ما بين وبين، يعني هو عندي بحطه كل فين وفين كده. لكن لو انتي بقى بتعشقي في مست اصلا في بسنت بادي ووركس اسمه تقريبا زابيوني اعتقد كده، بتهيالي لو انتي حبيتيها تحبي المست ده. وزي ما قلتلك الفيصل برضو هنا الباتشولي. وبرده زي ما قلت لكم النهارده كلهم ادائهم رائع، المستات اللي معانا، فهو اداؤه تحفه، فواحانه قوي، بيقعد فواح معاكي حوالي ساعتين، الثبات ما لا يقل عن 3 4 ساعات 5 ساعات، وبعد كده برده بيهدى خالص وبتبقي شامه. عارفين لما بتيجي مثلا تخلعي الهدوم اللي انت لابساها وبعدين ترجعي تلبسيها مره تانية وتقولي الله ده لسه الريحة موجودة، بتبقى الهند الخفيف قوي لكن لازالت موجودة مش بتروح خالص نهائيا. فهو العطر ده كده، وطبعا شكله ولا أروع، من أحلى المستات اللي موجودة شكلا في بسنت بادي ووركس. والحلو اللي فيه ان هم غيروا شكله مرة للشكل ده وما رجعوش غيروه مرة تانية، فأنصحكم ان انت يبقى عندك المست ده لو زي ما قلتلكو الباتشولي ما عندكيش مشكلة فيه. انزا ستارز من المستات المميزة، ولكن هو بديل لبكرات روج. كمان المست اللي هتكلم عنه بعد انزا ستارز هو كمان بديل. خليني اكلمكم عن انزا ستارز. طبعا بكرات روج هو عطر من العطور اللي اتعمل ليها بدايل، يعني عدد لا نهائي من البدايل.
خليني اقول لكم ان المست ده من افضل البدائل، لان يعني بس بادي ووركس لما بيجوا يستعملوا ما بيستعملوش زيوت صناعيه رديئه، ولكن هو بيشتغلوا اكتر على الزيوت الحقيقيه الاساسيه، فبتلاقي النتيجه في الاخر معاكي بادي مست ذات قيمه يعني، وجوده ونقاء، وبتحسي ان انت مبسوطه وانت بتستعمليه. وان كان انزا ستارز بالنسبه لي انا كان ريحه مكرره، لان بدايل بكرات روج كتيره جدا، وطول الوقت كل ما بتجيبي عطر بتكتشفي ان هو اصلا بديل لبكرات روج، فهو مكرر. لو انت عندك بديل من البدايل هو هيكون بالنسبه لك مكرر، لكن في نفس الوقت مختلف، على قد ما هو تكرار على قد ما هو مختلف، وهينفع ان هو يكون ليرنج كويسه جدا. وفي نفس الوقت لو انت حابه تجربي بكرات روج وما عندكيش اي حاجه، انصحك بيه انزا ستارز، لانه من البدائل القويه جدا زي ما قلت لك. خليني اوصفه للناس اللي ما تعرفش اصلا بكرات روج. العطر ده خطي خطي، يعني مفيش فيه تدرج، يعني من اول ما بترشيه لحد ما بينتهي تماما هو نفس الريحه. عنبر، في عود ابيض، في تنجيلو او تنجرين او يوسفي، هما كلهم واحد. في مسك، في سكر، في خشب الصندل، وفي زهره النجمه. العود الابيض هو بيختلف عن العود العادي ان هو بيكون سبايسي اكتر، وفي نفس الوقت ما بتكونش فيه ريحة العود القوية بشكل قوي، ولكن بيكون الريحة ما بين العود والعنبر كده، ولكن بشكل سبايسي. التنجيلو او التنجرين او اليوسفي، هو ريحة اليوسفي يعني حمضي، والمسك هنا ريحته قوية وموجودة، ومكعبات السكر هنا مدي احساس جورماندي نوعا ما للمست ده، فالمست قوي. خشب الصندل بيجي بكذا وجه في العطور، الوجه اللي هو جاي به هنا هو شوية بيشبه ريحة الجلد، ولكن جلد ناعم، جلد كريمي، جلد بلسمي، فمش النوتة الذكورية القوية. وإن كان أصلا بكرات روج هو يوني سكس، يعني ينفع للرجالة وينفع للستات، المست ده نفس الكلام يوني سكس، ولكن أنا من وجهة نظري ما أعرفش أشمه على زوجي مثلا أو على ابني أو على أخويا، أنا شايفاه نسائي. زهرة النجمة اللي موجودة هنا هي زهرة ريحتها بتشبه كتير ريحة الليمون، فبرضه هي بتاخد وبتدي كده مع التنجيلو او النوتة الحمضية اللي موجودة اصلا في العطر ده. العطر بشكل عام لما بترشيه هو عطر قوي زخم مليان روايح، كلها بتنافس بعض وبتزق بعض عشان تظهر هي، فانت بتشمي كل الروايح. العنبر هنا جايب الوجه السبايسي بتاعه، العود الابيض زي ما شرحته لكم هو برضو ما بين العنبر والعود، فانت بتشمي ريحة عطر شرقي قوي جدا جدا. ريحة المسك هنا باينة وظاهرة، وريحة السكر واضحة. المست مسكر قوي، شرقي قوي، ريحة العنبر والعود والصندل باينين فيه جدا، في لمسة من الجلد، وده اللي خلى الناس تقول ان هو رايح في الاتجاه الذكوري، لكن انا شايفة ان اللمسة هنا لمسة جلد ناعمة وكريمية كده وانثوية قوي، فهو برضو ذوق خاص، وانصح بتجربته. وهو اعتقد بيكون في الستور اللي هو في مول مصر، ممكن تجربوه فيه. ولكن لو انت بتحبي بكرات روج ما تترددش ان انت تجيبيه، لان هو نسخة تحفة كبديل. بالنسبة لأداء العطر ده فحدث ولا حرج، يعني أداء بجد رهيب، برضو نفس الكلام، فواحانه قوي جدا، من برضو من اقوى الفواحان اللي موجود في المستات معنا النهاردة، وبيقعد معاكي بقى، بيقعد معاكي 4-5-6 ساعات. كل المكونات اللي فيه مكونات بارزة وقوية، واصلا كلها لو اتحطت او اغلبها يعني اتحطت في عطر بتخليه ثابت، فهو عطر ثابت وقوي وفواح. لا اداؤه رائع بصراحة، وفواحانه كويس جدا، وبيقعد معاكي فواح حوالي 2 ساعة او ازيد، فواحان قوي وملحوظ. بادي ميست داليا، وهو محاكاة لعطر جود جيرل. ولو انت عايزة تجيبي ليرنج الجود جيرل، او لو عايزة تجربي جود جيرل في حجم كبير واداء محترم، وفي نفس الوقت تحطيه كبادي ميست او على الهدوم، هاتي داليا بدون اي تردد. العطر ده فيه كمثرى وفيه حلوى اللوز، وطبعا زهرة الداليا. زهرة الداليا ليها كذا لون، هي جاية هنا باللون الاحمر. زهرة الداليا هي ليها ريحة عطرية مرة شوية، وطبعا الكمثرى ريحة فاكهية حلوة جدا، وبتكون مش قوية قوي، يعني من الفواكه اللي لما بتكون في عطر بتدي له ريحة فاكهية ولكن مش قوية. حلوى اللوز هو بطل العطر ده، وهو عبارة عن ريحة لاكتونية جورماندية ما بين ريحة
جورماند مسكرة وريحة مرة نوعا ما، بتكون عبارة عن ريحة اندماج كده للشوكولات مع الكراميل مع مطحون اللوز اللي بيكون نوعا ما مر شوية. فهو البطل بتاع العطر. العطر هو فعلا محاكاة لعطر جود جيرل، وهو عبارة عن ريحة تحسيها كده مسكرة فاكهية، وبحس ان هو يمشي صيفي على الرغم من ان هو فيه حلوى اللوز وهي بتخش في العطور الجورماندية اللاكتونية، الا ان انا بحسه عطر كده بيدي احساس بالفريشنس وان هو عطر ينفع صيفي. اداء العطر ده كمان ممتاز وهو انثوي جدا على فكرة بنات، لو انتوا عايزين حاجة رقيقة وانثوية هو جود جيرل بالظبط. العطر بيقعد ثابت معاكي حوالي برضو من 4 لـ5 ساعات وبعد كده بيهدى تماما. اما بالنسبة للفواحان ففواحانه قوي وممكن يقعد مثلا معانا حوالي 1.5 ساعة 2 ساعات. ريحة مريحة جدا للنفس، ولكن برضو هي نفس مشكلة انزا ستارز، لو انت عندك بدايل كتير لجود جيرل او جود جيرل نفسها فهو يبقى بالنسبة لك مكرر، لكنه ممتع ويستحق الاقتناء بصراحة. You are the one من المستات المميزة جدا اللي هي شكلها زي ريحتها، أنثوية جدا وتحسيه اللي بتحطه عايزة تتاكل بصراحة. العطر ده المقدمة بتاعته فيها فراولة، قلب العطر فيه ورد، القاعدة فيها أخشاب الباتولا. أخشاب الباتولا هي أخشاب ليها ريحة مسكرة، فالمست كله بيدور حوالين ريحة الفراولة المسكرة قوي قوي، الفراولة قوي كأنك لسه يدوبك جايبها دلوقتي حالا فريش، مدموجة بشكل متوازن، ولكن يعني الجانب الأكبر من المست رايح في اتجاه الفراولة، ولكن الورد بس هنا ليه يخلي المست متوازن عشان ما يقلبش معايا بمعطر جو ولا معطر أرضيات ولا بادي مست جيرلي كده، لأ المست ناضج تحسيه واحدة حلوة شيك أنثى قوي هي اللي تحطه. المست ده أنا لما شميته في الشتاء كنت شم ريحة الورد هي المكثفة أكتر وما كانش عاجبني قوي، يعني كنت حاسة نسخة مشوهة من إيف إمبريس من إيفون. لكن لما شميته في الصيف الجو اللي احنا فيه حاليا ولا أروع، يعني لو انت من عشاق الفراولة هتستمتعي جدا بالمست ده، لأنه مست على قد ما هو النوتة الأساسية فيه الفراولة إلى إن هو مست ناضج تحسيه بينقلك كده، يعني كأنك برضو حاطة روج أحمر أو لابسة فستان أحمر أو لابسة بجامة حمراء كشميو أحمر، يعني يحسسك كده إنه في حالة من الأنوثة الطاغية. فالمست تحفة، وأي مست يا جماعة فيه نوتة فاكهية جربوه في الصيف، يعني لو عجبك في الشتاء نص نص تأكدي إن أنت تنبهري بيه في الصيف. فالمستات الفاكهية الافضل ليها ان احنا نشمها في الصيف، بتزدهر والنوتة الفاكهية اللي فيها بتظهر وبتحلو اكتر. ثباته وفواحانه كويسين جدا، بيقعد معاكي ثابت حوالي 4 5 ساعات 6 ساعات، اما الفواحان فممكن ساعة ساعة وربع بشكل ملحوظ جدا. النوتة الفيصلية هنا هي نوتة الفراولة، فلو انت بتحبيها في المستاد هتحبي المستاد. وبس كده، وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، يا رب يكون كان مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوز اللي هتنزل الجديدة ان شاء الله. دمتم بخير، دمتم جميلات، السلام عليكم.